أحبائي مشاهدي قناة لوجوس في كل مكان، سلام المسيح معكم جميعا، وحلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجنا آية وحكاية وترنيمة. حلقتنا النهاردة حلقة خاصة ومميزة لأمنا كلنا، فخر البشرية، فخر جنسنا جميعا، أمنا القديسة العذراء والدة الإله القديسة مريم. معايا ومع ماجي إخواتي الأحباء المباركين اللي بيشرفونا دايما ومنحب نشوفهم على طول، الأخ الشماس بولس ملاك قائد خورس كنيسة الطحونة بمصر القديمة، وزوجته الأخت المباركة مدام فايزة نسان. أهلا بيكو. أهلا بيك يا ماجي. أهلا بيك يا رب. أهلا بيك أستاذ بولس معلمنا الغالي، بيشرفنا وجود حضرتك النهاردة والأخت الجميلة والمرنمة فايزة. شرفين وجودنا معاكم، نورتونا، ودي حقيقي إضافة جميلة لبرنامجنا في أي وحكاية وترنيمة. نشكركم كل أعمالكم وكل حياتكم. آيتنا النهاردة ماجي، وآيتنا النهاردة هنبتديها من نفس عنوان الحلقة، هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. الآية دي هنلاقيها في إنجيل لوقا الإصحاح الأول عدد 48. الآية دي على لسان أمنا العذراء مريم اللي فيها بتأكد عظم النعمة والعطية اللي ربنا ادهلها إن هي تكون والدة الإله وإن يجي من خلالها مخلص العالم. عشان كده في نبوءة على لسانها بتقول وتأكد إن كل الأجيال على مر العصور بتطوبها، وإحنا في كنيستنا القبطية كل الليتروجيات بتاعتنا فيها تطويبات وتسبيح لأمنا العذراء مريم. أحبائي، إن كانت السيدة العذراء قد تمتعت بأمومة السيد المسيح إذ حملته متجسدا في أحشائها كما حملته بالإيمان أيضا في قلبها، فإن النفس التي تتمتع بالشركة مع الله تتنعم أيضا بنوع من الأمومة الخاصة. لذلك يقول الأب ميسودوسيوس، الكنيسة في حالة تمخض، في حالة تمخض إلى أن يتشكل المسيح ويولد داخلنا. فكل قديس يتمتع بشركة مع المسيح كأنما يولد المسيح فيه من جديد. وأيضا يقول القديس أمبروسيوس، أحرص أن تتمم مشيئة الآب لكي تكون أمة للمسيح، كما جاء في إنجيل معلمنا مرقس الرسول أن من يفعل الأعمال التي عملها هو أبي وأختي وأخي وأمي. أحبائي، طبعا هنبتدي مع بعض النهاردة بترنيمة جميلة، ترنيمة مليش أم حنون. تحب تقول حاجة يا أستاذ بولس قبل ما نبتدي؟ عايز أخذ. طبعا احنا كلنا في البداية نقدم الشكر لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح صاحب كنوز الرأفات والتحنن، إنه أعطانا الفرصة الجميلة المباركة إن احنا نكون موجودين معاكم ونتلمذ ليكم وناخد بركة إن احنا نتعلم منكم. بنشكر سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبس رابيون مطران هذه الإبرشية، وأبونا الحبيب الأموس بشوي عزيز على دعوتهم الكريمة لضعفنا. وبنشكر كل الأحباء المشاهدين اللي بيتابعونا في كل مكان، وبنتمنى إن ربنا بشفاعة أمنا العذراء يدينا نعمة إن احنا ناخد بركة ان يتعطر لساننا ويتعطر فكرنا ويتعطر قلبنا لما نتكلم
ونتأمل في حياة أمنا العذراء. العذراء أمومتها بتضغى علينا كلنا، كل إنسان فينا بيكون مرتبط جدا بمامته الجسدية، لكن العذراء هي الأم اللي معانا في كل الأوقات، حتى لو كانت أمنا الجسدية بعيدة عنا بحكم المسافات، بحكم الزمن، بحكم أي حكم شيء آخر، لكن العذراء في كل وقت حينما نناجيها ونناديها نلاقيها بتسندنا كده بدالة البنوة اللي بيننا وبينها، وهي كأم حنونة عطوفة بتحب أنها تكون دايما جنب أولادها. لذلك حتى القديسين كانوا يحبوا يستندوا عليها في كل أوقات حياتهم، حتى في أوقات الموت فنلاقي القديسين اللي كتبونا الأجبية يناجوا العذراء في كل يوم ويقولوا لها عند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي أيتها العذراء الطاهرة اسبلي ظلك السريع المعونة على عبيدك. دي الدالة اللي بيننا وبين أمنا العذراء في كل وقت. عشان كده احنا ملناش أم حنونة غير أمنا كلنا السيدة العذراء. تعالوا نسمع مع بعض نتمتع بهذه الترنيمة الجميلة. جميل، خد بركة. ماليش أم حنونة زيك يا عذراء أروح لمين؟ دايما بأمومتك وحنانك معايا ومع الملايين. لو ماليش أم حنونة زيك يا عذراء أروح لمين؟ دايما بأمومتك وحنانك معايا ومع الملايين. في الضيقات بتجيني أوام وبشفاعتك بتخليني أعبر ديتي بكل سلام ومن الشدة بتنجيني. في الضيقات بتجيني أوام وبشفاعتك بتخليني أعبر ضيقتي بكل سلام ومن الشدة بتنجيني. لو ماليش أم حنونة زيك يا عذراء أروح لمين؟ دايما بأمومتك وحنانك معايا ومع الملايين. لو ماليش أم حنونة زيك يا عذراء أروح لمين؟ دايما بأمومتك وحنانك معايا ومع الملايين. دايما حضنك مفتوح دايما وفي حنانك بتضمينا، واما رياح الشر بتعصف تحت جناحاتك تحمينا. دايما حضنك مفتوح دايما وبحنانك بتضمينا، واما رياح الشر بتعصف تحت جناحاتك تحمينا. لو ماليش أم حنونة زيك يا عذراء أروح لمين؟ دايما بأمومتك وحنانك معايا ومع الملايين. لو ماليش أم حنونة زيك يا عذراء أروح لمين؟ دايما بأمومتك وحنانك معايا ومع الملايين. ولأن يسوع عارف حنانك وصاكي عند الصليب سلم لك كل البشرية في شخص يوحنا الحبيب.
وصاكي عند الصليب سلم لك كل البشرية في شخص يوحنا الحبيب. لو ماليش أم حنونة زيك يا عذراء أروح لمين؟ دايما بأمومتك وحنانك معايا ومع الملايين. لو ماليش أم حنونة زيك يا عذراء أروح لمين؟ دايما بأمومتك وحنانك معايا ومع الملايين. عندك رسالة لكل الناس اطلبوا ملكوت السماوات عيشوا دايما في استعداد زي العذراء الحكيمات. عندك رسالة لكل الناس اطلبوا ملكوت السماوات عيشوا دايما في استعداد زي العذراء الحكيمات. لو ماليش أم حنونة زيك يا عذراء أروح لمين؟ دايما بأمومتك وحنانك معايا ومع الملايين. لو ماليش أم حنونة زيك يا عذراء أروح لمين؟ دايما بأمومتك وحنانك معايا ومع الملايين. جميل وسهول تعيش وتبارككم جميلة جدا. هاخد من قول ماري فرام السورياني ونقول نسبح ونقول أيقظي أوتارك يا كثارتي في مديح مريم العذراء. ارفعي صوتك وترنمي بسيرة العذراء العجيبة ابنة صهيون التي ولدت لنا حياة العالم. أستاذ بولس لحضرتك كتاب جميل حلاوته كمان أنه ملخص سيرة أمنا العذراء مريم وجايب تقريبا مغطي كل المعلومات اللي اتذكرت عنها ودي فرصة حلوة قوي النهاردة ان احنا تكلمنا عن الكتاب واقسام الكتاب لو نحاول نغطيها بقدر الامكان وناخد بركة سيرة أمنا العذراء وانه في يعني نجزأ الكتاب كده حتة حتة بحيث ان احنا نستمتع بكل ما كتب في الكتاب طبعا. صحيح. اكيد من خلال الروح القدس اللي حل عليك يعني. تعيش طبعا المتعه الكبرى ان احنا نتكلم عن امنا العذراء ونقتفي اثرها ونعرف تفاصيل حياتها وتبقى قدوه لينا كده ناخد ننظر الى سيرتها العطره الحسنه ونتعلم منها. الكتاب هو الحقيقه تجميع لمذكرات واقوال اباء كتبوا قبلي وهو كله من الكتاب المقدس لكن يعني تعبوا فيه كثيرين في البحث والمجهود. أنا كل اللي عملته أن أنا جمعت المعلومات اللي قالوها عن أمنا العذراء وقدمتها في الكتاب وده كان تحت إرشاد وإشراف المتنيح الأنبا سلوانس كان رئيس دير الشايب في الأقصر لكن قبل ما يبقى رئيس دير الشايب كان أسقف عام لمنطقة مصر القديمة وهو اللي طالب أن احنا نعمل كتاب يكون يعني مفيد ومختصر فيه المعلومات على قد المستطاع عن أمنا العذراء اللي أحيان كتير فيه بعض المعلومات منها بتغيب عن ذهننا يعني. فده كان إرشاد نيافته تحت إشراف ربنا يناح نفسه عملنا الكتاب دوت عن أمنا العذراء. ربنا بارك. احنا ممكن نبتدي من أول خالص نبتدي بأول جزء يا أستاذ بولس ولو تكلمنا على نشأة أمنا العذراء مريم وميلادها. نشأة أمنا العذراء، العذراء ولدت من أبوين برين، طبعًا كلنا نعرف إن والد الست العذراء اسمه القديس يواقيم، ووالدتها هي القديسة حنة، ودلوقتي نشكر ربنا بقى في مذابح بأساميهم في الكنايس، وبقى في كنايس كمان بأساميهم يحضر في ذهني دلوقتي كنيسة باسمهم في برشيت المنيا،
باسم القديس يوقيم والقديسة حنة والدي السيدة العذراء. بس هم كانوا مجربين بتجربة عدم وجود نسل ليهم، وفي الوقت دوت في العهد القديم كان الناس بيعتبروا أن عدم وجود نسل هو عدم رضا ربنا عليهم، لذلك كانوا بيعتبروه عار. نشوف القديسة إليصابات لما تكلم عنها الكتاب المقدس يقول أنها طلبت وقالت لينزع عاري من بين الناس، لأنه كان عار في الوقت دوت أن ما يكونش فيه أولاد، بسبب أن الناس كانوا بيعتبروا أن ده عدم رضا ربنا عليهم. فالقديس يوقيم والقديسة حنة صاموا لمدة 40 يوم علشان يتضرعوا لربنا أصوام وصلوات، لأن علشان خاطر ربنا يعني يستجيب ليهم ويرفع عنهم هذه التجربة. في نهاية 40 يوم من الصوم اللي كرسوا القديس يوقيم والقديسة حنة لأجل هذا الغرض، ظهر ليهم الملاك جبرائيل أو غبريال المبشر. ودايما الملاك غبريال هو ملاك البشارات المفرحة والبشارة الجميلة. فظهر لهم للقديس يوقيم والقديسة حنة وقال لهم أن ربنا خلاص سمح وأراد أن يجي منكم نسل مبارك، وهذا النسل سوف يأتي منه خلاص العالم كله. وكانت البشارة ليهم طبعا بشارة مفرحة، وشعروا أن ربنا على عكس المفهوم السائد غضبان عليهم بقى، لا بالعكس، ده هم كده حسوا أن ربنا استجاب لكل صلواتهم ودمعهم. وده المفهوم اللي احنا خدناه في العهد الجديد، ان تأخر الاستجابة لا يعني أبدا غضب ربنا، لكن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فكان كل شيء أول تحت السماء وقت برضو يعني ربنا بيقوله لنا. فكان يعني ده أول شيء حصل في يعتبر في حياة أمنا العذراء، هي بشارة الملاك غبريال لوالدها بميلادها المبارك. الجزء الثاني، الجزء الثاني تكلمنا أستاذ بولس على العذراء نذيرة للهيكل. لما طبعا هم صلوا وتضرعوا إلى الله في فترة الاستعداد ل أو يعني طلب أن ربنا يديهم نعمة أن يكون ليهم أولاد، نظروا أن اللي هيخلفوه هيكون نذير للرب كل أيام حياته. فلما ربنا أعطاهم العذراء مريم وقال لهم أن منها هيكون خلاص العالم كله، هم كان لابد أنهم يوفوا بالنذر بتاعهم اللي نذروه أثناء الصلاة، فقالوا أنهم يكرسوا العذراء في الهيكل. فلما أتمت الست العذراء 3 سنين، هو حتى سيدنا الأنبا غرغوريوس كان دقيق جدا في حساب كل يعني يقول الكلام دايما بمعيار، فأنا أخدت منه المعلومة دي، إن لما بقت عند يعني عاشت في بيت والديها 2 سنة و7 شهور و7 أيام، وبعد كده قدموها للهيكل. وعيد دخول الست العذراء الهيكل بيكون زي ما احنا كلنا عارفين في 3 كيهك، شهر كيهك ده كله شهر تسبيح وصلوات استعدادا لميلاد ربنا يسوع المسيح، لكن العذراء قدموها للهيكل في يوم 3 كيهك، وكان عندها زي ما قلنا 2 سنة و7 شهور و7 أيام. أنا برضو في الجزء ده بتأمل وتحاول أتخيل نفسي بمشاعر أمنا العذراء مريم اللي هي لسه طفلة كملتش 3 سنين، أو زي ما أستاذ بولس قال لنا تقريبا بالضبط 2 سنة و7 شهور، إزاي طفلة يعني لسه اللي هي مرتبطة طبعا بوالدتها، يعني بعد كده الاحتياج يعني الاحتياج يعني كطفله ان هي تتقدم للهيكل في السن ده، اول مشاعر اعتقد صعبه جدا، وكل ده كانت عوامل عملت بلورت شخصيه امنا العذراء مريم وخلت فيها فضائل وصفات خاصه متميزه بامنا العذراء مريم. صحيح، طبعا العذراء دخلت الهيكل في سن زي ما احنا قلنا في حدود 3 سنين، وأمضت في الهيكل 9 سنوات كاملة. العمل بتاعها كمكرسة كان عمل مرهق جدا، بالذات لبنت في سن الطفولة، طبعا كانت محتاجة إنها تكون يعني في كنف والديها وتحس برعايتهم وحنانهم وشفقتهم عليها، لكن هي علشان كانت نذيرة للرب فقدموها للهيكل في هذا السن. عاشت 9 سنوات في الهيكل في خدمة شاقة جدا، فاحنا عارفين ان الهيكل كان بيتقدم فيه ذبائح، والمكرسات او النذيرات في هذا الوقت كان دورهم انهم ينظفوا الهيكل من كل بقايا الذبائح ومن كل يعني اللي بيحصل طول اليوم في العبادة والزيارات والتبرك بالهيكل. كانت العذراء مسؤوليتها مع باقي العذارى الموجودين
انهم ينظفوا الهيكل ويرعوا، فكان مجهود شاق نظرا لسنها الصغير. لكن بيقول لنا التقليد انها لم تنسى في هذا الوقت انها عابده متعبده في الهيكل، فكانت صلواتها كلها او كانت حياتها كلها وقت وجودها في الهيكل وقت صلاه وعباده وتضرع. علشان كده زي ما بتعلمنا التسبيح يقولوا الاب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك. العذراء نالت النعمه، ربنا طبعا حل بنعمته عليها وساعدها، ولكن هي كانت في استجابه قويه جدا لعمل النعمه في حياتها، فكانت مثال في عبادتها ومثال في نسكها ومثال في طهرها، أهلها لأن بعد كده ربنا يختارها إن منها يتجسد ربنا يسوع المسيح. وننتقل لمرحلة برضو صعبة، يعني تجربة تانية في حياة أمنا العذراء، مريم صليب اليتم. صحيح، هو التقليد بيقول لنا إن في سن السادسة من عمرها انتقل أبوها القديس يوقيم، وبعد سنتين يعني وهي عندها 8 سنين انتقلت القديسة حنة. لكن طبعا كل واحد فينا بيكون قد ايه متعلق ومرتبط بأبويه، وصليب اليتم ده بيكون صليب صعب جدا بالذات في السن الصغير. لكن اعتقد ان الست العذراء اكيد كانت هناك هالة من الحب الإلهي تملأ حياتها، فهي لم تكن كالأطفال العاديين، وكمان خروجها للتكريس من بدري خلاها يعني زي الرهبان والراهبات كده، يبقوا حياتهم مش بالطبع البشري بتاعنا، إنما الحب الإلهي بيغير تفكيرهم ويغير حتى مشاعرهم، مش بيلغيها إنما بياخدها في طريق آخر وهو طريق العشق والحب الإلهي، والإنسان يشعر إن الله أبوه وهو المالي كل كيانه وكل عواطفه وكل مشاعره. فالست العذراء وهي عندها 8 سنين كان انتقل أبوها وأمها في الوقت دوت، ولذلك لما خلصت الفترة لما أكملت 12 سنة وكان لابد أنها يعني تخرج من الهيكل، خلاص جاء سن البلوغ اللي ما ينفعش أنها تكمل في الهيكل، كان المفروض ترجع لبيت الأب والأم، لكن للأسف طبعا لأنهم كانوا انتقلوا للسماء فهي ابتدوا يدوروا على أنهم إزاي يشوفوا لها حل، كهنة الهيكل والشيوخ يشوفوا لها حل تروح فين بعد كده لأن أبوها وأمها انتقلوا. كان صليب صعب جدا أعتقد يعني، وإحساس صعب لما خصوصا لما طفلة صغيرة تطلع من مكان عبادة ومكان فيه كل تكريس، وفي نفس الوقت يعني تحس إنها ملهاش مكان تاني تقدر تتعبد فيه لربنا، بيبقى صعب جدا على الطفلة في هذا السن. طيب نحب نسمع العذراء ميم ره ميم. تمام العذراء ميم ره ميم.
ترقف وأنقذ آدم ونسله من قاع بعد ما شفنا صليب اليتم وصليب عدم وجود المأوى وعدم وجود الرعاية، طبعا لازم كان ربنا يتدخل في هذا الوقت. يعني عشان كده كان وقت عمل يوسف النجار القديس العظيم، اللي للأسف أنا بقول يعني مهدور حقه جامد جدا في كنيستنا. يعني أنا عن شخصي بحبه جدا جدا جدا، لخادم سر التجسد القديس العظيم قديس يوسف النجار. نكمل يا معلم. القديس يوسف النجار في صلوات الكنيسة في صلوة كده بتعجبني، يقوله الذي استحق أن يدعى أبا للمسيح بالجسد. طبعا هو مش أب للمسيح بالجسد بالمعنى المادي أو الحرفي، لكن كانوا لما يقولوا على الرب يسوع يقولوا ابن يوسف، أليس هذا ابن يوسف الذي من النصيرة الذي نحن عارفين بأبيه وأمه. فالكنيسة يعني عشان تكرمه وتبين قد إيه مكانته وعمله كخادم لسر التجسد بتقول عليه الذي استحق أن يدعى أبا للمسيح بالجسد. ونشكر ربنا أن في أيامنا الأباء التفتوا لعظمة وكرامة القديس يوسف النجار، النقطة اللي حضرتك قلتها. فابتدى يبقى في كنايس باسمه، عندنا في مصر القديمة كنيسة باسم القديس يوسف النجار، وكنايس كتير مثلا في اسكندرية أنا أعرف كنيسة العذراء والقديس يوسف، كنايس كتير دلوقتي، وبرضو هياكل ومذابح بقت تتسمى باسم القديس يوسف النجار، لأن ابتدينا كلنا نشعر بعظمة وكرامة هذا القديس الذي تحمل الكثير من العناء في رحلة تجسد ربنا يسوع المسيح. اللي حصل أن
شيوخ وكهنة الهيكل لما جه الوقت اللي أتمت فيه الست العذراء 12 سنة وكان لابد ليها أنها تبرح الهيكل، قعدوا يفكروا في أمرها أن أبوها وأمها انتقلوا ومفيش مكان تروح فيه، فقالوا أنهم لازم يشوفوا حد يكون خطيب أو زوج لأمنا العذراء. وعلشان هي برضو لسه طفلة صغيرة قالوا أنهم يشوفوا حد من الشيوخ الكبار اللي هم يكونوا أهلاً أنهم يؤتمنوا على أمنا العذراء وتعيش العذراء في كنافهم الوقت اللي جاي. فالحقيقة أنهم جمعوا العصي، كان كل واحد كده ليه عصاية يتكئ عليها ويمشي بيها ويستخدمها بالذات كبار السن، فجمعوا العصي بتاعة الناس المؤهلين لهذه البركة وهذه العطية أنهم ياخدوها عندهم وحطوها في الهيكل، وبرضو أقاموا عبادات وصلوات وأصوام من أجل أن ربنا يكشف لهم إرادته في هو عايز العذراء تكون عند مين. فأفرخت العصا التي للقديس يوسف النجار، وبكده عرفوا كهنة وشيوخ الهيكل أن ربنا إرادته أنها تكون في كنف القديس يوسف النجار، لكنها خطبت له فقط ولم يتزوجها. وكان في الوقت دوت طبيعة الخطوبة غير في أيامنا دلوقتي، لكن يعني هي يمكن قريبة لبعض الأديان الأخرى، يقولوا أنه في مش عارف كتب الكتاب وبعدين في الدخول حاجة كده، فيعني كانت الخطوبة دي أكنها عقد الزواج ولكن بدون تفعيل هذا الزواج. عشان كده كان يحل للعذراء أنها تعيش مع القديس يوسف في بيته كخطيبة لي، ولكن بدون أن يكون بينهما زواج، علشان برضو الناس اللي هم بيقولوا أن المسيح فعلا بالجسد يبقى ابن القديس يوسف أبدا. شهدت سلومة عند ولادة العذراء أن العذراء بتول، وكان الميلاد ميلاد ربنا يسوع المسيح من العذراء ميلادا بتوليا خارق للطبيعة لأنه تم بعمل الروح القدس. لذلك فالعذراء عاشت مع القديس يوسف النجار، وهي على فكرة أكملت في بيت القديس يوسف النجار زي ما بيعلمنا السنكسار 30 سنة كاملة، يعني لغاية ما حملت وجت لها البشارة بالسيد المسيح. وفي حياة المسيح ربنا عاش في بيت القديس يوسف 30 سنة كاملة. المهم إنها لما الشيوخ والكهنة سلموها للقديس يوسف خرجت معه كخطيبة له ولم تكن زوجة. طيب أستاذ بولس، هندخل على مرحلة أو أنا بعتبرها بداية مرحلة الخلاص. صحيح. طبعا في قصة عايز أقولها على القديس يوسف، يعني قصة معروفة معرفش عند بعض الناس، إن بسبب الآية اللي هي كتبت مكتوبة في الإنجيل أراد تخليتها سرا، في واحدة أعرف إنها تبرعت ببناء كنيسة بسبب هذه الآية لقديس يوسف النجار. دي يعني كانت قصة مشهورة جدا في العصر اللي احنا فيه يعني ده. أيوة. ما عرفش حضرتك تعرفه ولا لا. دي برضو علشان لا نهدر حق هذا القديس العظيم. لكن ندخل بقى بداية مرحلة الخلاص ومرحلة زيارة الملاك وبشارة الملاك جبرائيل وزيارة العذراء لأليصابات، مرحلتين متتابعين ورا بعض كده. صحيح. طبعا هي بشارة الملاك جبرائيل لأمنا العذراء إن منها هيولد يسوع المسيح الكلمة المتجسد لفداء وخلاص البشرية، كانت زي ما كلنا عارفين يوم 29 برمهات ظهر ليها الملاك وقال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك. الملاك ادها تحية في غاية القوة، وبعدين بشرها إنها منها سيولد القدوس المزمع أن يأتي لفداء البشر. لكن العذراء فتاة صغيرة، كان ده كبير على فكرها، برغم ان احنا قلنا ان الحب الالهي كان بيحوط بيها وهي كانت اكيد واثقة بعمل ربنا في حياتها، لكن لابد ليها انها كانت تتساءل كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا. فرد عليها الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. بس كان ده أمر يفوق عقول البشر ويفوق إدراك البشر، كيف يكون لي هذا؟ برضو زي ما العذراء قالت كده اللي هي الفتاة الصغيرة، القديس يوسف النجار لما علم بالأمر
يعني كان بالنسبة له واقع مرير وصعب جدا. هو يعرف أنهم عايشين في حياة بتولية كاملة وما فيش أي علاقة ما بينهم، فكيف تكون هذه العذراء؟ لابد أن دخل القديس يوسف حرب الشك، وواجهت العذراء هذه الحرب بالصلاة والتضرع والطلبة، أن إذا كان هي دي إرادتك يا رب فأنت قادر أنك أنت. عشان كده يقول الكتاب أن القديس يوسف من خوفه من ورهبة الموقف أراد تخليتها سرا. تخليتها اللفظ ده عشان نوضحه شوية، لما نقول إخلاء سبيل يعني عفو. خلاص عفو، أو نقول مثلا أنت بتخلي مسؤوليتك عن العمل الفلاني، خلاص أصبحت مش مسؤول. فهو أراد أنه يخلي مسؤوليته ويخلي كده يعني أي حاجة هو مرتبط فيها بسبب الحكم على الموقف ده. كان المفروض العذراء يعني ترجم، ده القانون طبعا، ده كان ده قانون الناموس يعني، ده نص الناموس أو الشريعة المعمول به في الوقت ده. ولذلك هو كان في حرج عظيم، هو شايف أنها إنسانة فاضلة وكلها فضائل وكلها بركات وكلها نعم، وأن ربنا حال في حياتها بشكل عجيب، لكن في نفس الوقت مش عارف تفسير، لذلك أراد تخليتها سرا. أما لما جه فعلا وحب أنه هو يعني ينفذ هذا الأمر ويخليها سرا زي ما بيقول الكتاب، ظهر ليه الملاك جبرائيل برضو قال له: لا تخف يا يوسف ابن داود أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبلى به هو من الروح القدس. عشان كده لم يحدث أنه هو أخلاها سرا، ولذلك يعني ساد عند اليهود في تلك الفترة أن يسوع هو ابن إيه؟ ابن يوسف، بسبب أنها أكملت فترة الحبل الإلهي في كان في القديس يوسف النجار. المرحلة دي بقى بعد ما الملاك بشرها على طول، والست العذراء قالت التسبيحة العظيمة بتاعتها: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. شوفوا عظمة وعجب إلهنا العظيم بجد، اللي عنده كل شيء بترتيب. ربنا يقول كده بعد كده ربنا يسوع المسيح في كراسته على الأرض وخدمته وتجسده لفدائنا، يقول إيه: ليس أحد ترك شيء من أجلي إلا ويأخذ 100 ضعف في هذا الدهر وفي الحياة الأبدية أو الدهر الآتي. فالعذراء أول ما صلت قالت إيه؟ تعظم نفس الرب. طب ربنا إزاي يرد لها ده 100 ضعف؟ كلنا في كل كنايس العالم أول ما نقف نصلي قبل ما نعلن إيماننا بالمسيح نقول: نعظمك يا أم النور الحقيقي. هي قالت تعظم نفس الرب، فربنا رد لها الإكرام بإكرام إن إحنا كلنا نقول: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة مريم. عايز أقول إنه العذراء سبحت ربنا لما جت لها البشارة، ولما عرفت إن أليصابات نسيبتها حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، يعني فاضل 3 شهور على ميلاد القديس يوحنا. أول ما الكتاب يقول لنا في إنجيل معلمنا لوقا الأصحاح الأول: فانصرف عنها الملاك، الكلمة اللي بعديها على طول إيه؟ فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت. أول ما عرفت إن فيه إنسانة كبيرة في السن وهي حبلى بابن في شيخوختها، توجهت على طول من أجل أنها تخدمها. وده يدلنا على قد إيه كانت عندها روح الخدمة وروح المشاركة وروح العطاء وروح التعضيد، فذهبت بسرعة. سمعت من أحد الأباء الوعاظ الشطار في الكتاب المقدس قال أنه لما راح القدس علشان يروح يزور، فهو مثلا من بيت لحم لأورشليم في الأوتوبيس المكيف يعني اللي هو الحاجة المفتخرة كده 2.5 ساعات، حوالي 250 كيلو، يعني زي القاهرة واسكندرية كده أو القاهرة والمنيا أو هنا بقى، شوفوا المسافات 250 كيلو دي تبقى قد إيه. العذراء قامت بسرعة وذهبت مسرعة عشان توصل لأليصابات، وطبعا يعني ممكن تكون مشيت المسافة دي على رجليها أو بالكتير قوي استخدمت الركوبة المواشي اللي هي كانت وسيلة الانتقال في الوقت دوت. ويقولوا أن تقريبا الواحد لو مشي وصحته كويسة يقدر يمشي في الساعة 5 أو 6 كيلو. تتخيلوا 250 كيلو يعني حوالي 50 ساعة ماشي صافي، غير أنها ترتاح وغير أنها عشان توصل للقديسة أليصابات. شفت قد إيه تضحية أمنا العذراء ومحبتها للبذل والعطاء من أجل الآخرين. لذلك ربنا كرمها بزيادة، فعند وصولها إلى أليصابات ارتقد الجنين وتهلل
في بطنها، وصرخت إليصابات وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. كلها أحداث عجيبة، لأن إلهنا فعلا إله عجيب وإله عظيم، لكن برضو مش بيختار خدامه كده وخلاص. فلما اختار العذراء لم يختارها اختيار كده يعني عشوائي، لكن هو اختارها لأنه يعلم قلبها ويعلم فكرها ويعلم أنها إنسانة فعلا بنعمته صارت مستحقة أنها تكون أما لله الكلمة. ومن أجل التواضحة أيضا لما بتقول له أهوذا أنا أمت الرب، الأمة دي يعني من اللي هي ميد سيرفنت، يعني اللي هي يعتبر مساعدة الخادمة. ودي كمان بتبين لنا إيمان أمنا العذراء وتصديقها. ساعات كتير جدا في حياتنا وفي أمورنا يكون عندنا ثقة إن ربنا قادر على عمل الشيء، لكن أنا مش مصدق إنه هيعمله معايا. دي بتبقى يعني في حياة كتير مننا سبب ضعف حياته الروحية وسبب ضعف إيمانه. لما تسأله تقول له أنت يعني ما عندكش إيمان أن ربنا قادر، يقول لك أنا عارف طبعا ربنا يقول للشيء كن فيكون. طب ما تصدق أنه هو هيستجيب، ما تصدق أنه هو هيعمل. ولكن عدم الاستجابة في حياتنا أحيانا بيكون لأن إحنا لسنا نفهم ما نطلب من أجله، فربنا بيتأنى علينا، لأن هو يعني بعينه اللي هي شايفة أستار الظلام زي ما بيقول الكتاب، عارف اللي الصالح لينا وعارف الخير لينا. فإذا كان بيتأنى علينا في أمر ما، هو بيتأنى لأجل خيرنا. لكن إحنا للأسف أحيانا بنصاب بهذه الآفة الروحية إن ما يكونش عندنا تصديق لكلام ربنا. طوبى للإنسان اللي هو من كل قلبه يكون مصدق في وعود الله الصادقة والأمينة، نقول عنها في الصلوات مواعيدك الصادقة غير الكاذبة. لو احنا صدقنا ده حياتنا هتكون ليها شكل وطابع روحاني جميل جدا. فالنقطة دي بتؤكد قد ايه أمنا العذراء كان عندها إيمان قوي جدا وإيمان يصدق. علشان كده حضرتك الكنيسة دايما بتتهلل يوميا في القداس الإلهي بلحن جميل جدا جدا كلنا بنحب نقوله، افرحي يا مريم العبد الأم والعبدة، لأن الذي في حجرك الملائكة تسبحه. طبعا ياريت كلنا ربنا يدينا لمسة من روح أمنا العذراء ومن روح التصديق وروح الإيمان العجيب اللي كان في حياتها في هذه الأيام المباركة اللي احنا فيها مقبلين على صوم أمنا العذراء. ببركة صلواتها وشفاعتها ربنا يدينا ونصلي مع بعضنا بقى لحن افرحي يا مريم، طالما إن حضرتك يعني جبت سيرة اللحن ما نقدرش نعديه من غير ما ناخد بركته. بركة كبيرة، لحن جميل وكلنا بنحب نقوله يعني. كلنا طبعا في بالذات في صوم العذراء كلنا لازم ناخد بركة لحن افرحي يا مريم. Yeah.
خلصت؟ حقيقة وإحنا بنتأمل في كل جزء ومرحلة من حياة أمنا العذراء مريم من جوانا بنحس قد إيه هي فعلا مليانة فضائل، هي شايلة فيها كل الفضائل اللي إحنا ممكن نتعلم منها أو نجاهد على في فضيلة معينة إن إحنا نتعلم منها وناخدها كمثال وقدوة لينا. من العذراء مريم هي يعني مفيش فعلا كان ربنا اختارها من كل النساء ان هو يديها الكرامة الكبيرة دي، لان ما اعتقدش ان اي حد ابدا يقدر يحتمل المجد والكرامة اللي ربنا سمح لي ان هي العطية الكبيرة لأمنا العذراء مريم ان يجي من خلالها مخلص العالم. فهي يعني انها تدعى ام الله، فهي فعلا ربنا اختار الوقت ملء الزمان انه اختار كمان أمنا العذراء مريم انه يجي ومن خلالها. مما لا شك فيه ان هذه الامور كانت صعبة على أمنا العذراء لو هي كانت عايشة بفكرها وبقوتها البشرية، لكن ربنا بيقول قوتي في الضعف تكمل، وان كانت هذه الكلمة قيلت لمعلمنا بولس الرسول فيما بعد، ولكن عمل الله ممتد منذ الأزل وإلى الأبد. فهي أكيد بنعمة ربنا التي صارت تملأ كل كيانها تحملت وعاشت هذه الأمور بدون أن تتكبر وتأخذها روح الكبرياء، وبدون أن تضعف يعني تكون كده بتتوارى من نعمة ربنا، لكن نعمة ربنا سندتها وأصبحت العذراء النهاردة كلنا نقول لها أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء. تكلمنا أستاذ بولس عن مرحلة تانية، ميلاد السيد المسيح ودوام البتولية. طبعا كلنا عارفين ان ميلاد السيد المسيح حصل في احداث كان فيها بيحصل نوع من التعداد يسموه الاكتتاب، فكل واحد فيهم راح البلد بتاعته ايا كان هو عايش فين، لكن يروح زي دلوقتي مثلا لما يكون واحد من اهل ولاية معينة او محافظة معينة وبعدين يحصل انتخابات لازم يروح يؤدي صوته والانتخاب بتاعه في البلد بتاعته اللي هو مسجل فيها. فده حصل اني لما حصل الاكتتاب أراح القديس يوسف ومعاه العذراء القديسة الطاهرة مريم علشان يعملوا الاكتتاب بتاعهم. وأثناء ما هم في مرحلة الاكتتاب وهم في بيت لحم حصل إن هي جالها أعراض الولادة وابتدت إن هي هتولد السيد المسيح اللي هو عيد الميلاد اللي كلنا طبعا بنحتفل به في 29 كيهك. فلذلك هم كانوا غرباء في المكان اللي هم موجودين فيه، عشان كده لم يكن لهم أي مكان ولا أي مأوى غير أنهم طبعا راحوا في المزود بتاع الحيوانات، وده علشان يعني تتم تحقيق النبوات كلها بأن ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. فمنذ ميلاد السيد المسيح كان متخليا عن عظمته وعن لاهوته، وده علشان ياخد شكل تواضعنا ويستطيع أن يفدينا ويخلصنا. دوام بتولية العذراء ده أمر في نبوات العهد القديم، فنلاقي مثلا أشعياء النبي يقول ها العذراء تحبل وتالد ابنا، وقال هنا العذراء معرفة بالألف واللام، لأن عذراء بس بدون الألف واللام أي فتاة صغيرة لسه لم تتزوج هي عذراء، لكن العذراء مريم معرفة بالألف واللام لأنها العذراء الوحيدة التي حبلت من الروح القدس واستطاعت أن تلد وهي عذراء وتلد ميلادا طبيعيا عاديا جدا. ولكن لأجل أن العمل كله عمل ربنا وعمل الخالق وعمل الروح القدس كان ميلادا طبيعيا مع حفظ دوام بتولية العذراء، وده شافه معلمنا حزقيال النبي في القديم وتنبأ عنه لما شاف باب مغلق والرب دخل وخرج منه وظل مغلقا بحاله. فكل دي كانت نبوات عن أمنا العذراء في العهد القديم وتحققت، وظلت العذراء دائمة البتولية زي إيمان كنيستنا ما بيؤمن بكده، لأن الباب الذي استطاع الرب أن يدخل ويخرج منه لا يمكن أن يدخل ويخرج منه أحد آخر، هو يعني قدس مستودعها بحلوله فيه، فأصبح مفيش إنسان تاني مستحق أن يحل فيه الحشى البتولي الطاهر اللي حل فيه ربنا يسوع المسيح. لكن إذ كان بعد كده الإنجيل يقول لنا عن بعض التلاميذ أو بعض الناس إنهم إخوة يسوع، هما أولاد خالته وكان برضو اسمها مريم زوجة حلفة أو كلوبة، وكانوا علشان كده يعني
الأسرة الواحدة كلنا بنبقى مفيش فرق بيننا وبين بعضنا. في بلاد الشام لغاية دلوقتي، في بعض بلاد الشام لغاية ده العرف السائد. ولاد الخالة معروف إن هم بيتسموا إخوات، حتى ما بيتجوزوش من بعض، دي حاجة معروفة يعني. يعني طبعا كان في عوايد في هذا الزمان بتحتم بكده، إنهم كلهم يبقوا أكنهم واحد، ودي روح جميلة وحلوة. ليه احنا ما نقتديش بها ونعتبر إن كل أولادنا واحد، مفيش فرق بين أولادي وأولاد أخويا وأولاد أختي، كلنا واحد. ده تعليم جميل جدا، وحاجة كانت الوقت دوت الناس بتعيشها، علشان كده ما كانوش بيفرقوا خالص. لكن هما مش أولادها بحسب الجسد، والعذراء لم تتزوج ولم تلد بعد السيد المسيح، لأنها كانت هي معدة لهذا العمل الإلهي، دائمة البتولية. دائمة البتولية زي ما بنقول في القداس الإلهي تيبر سينو سينسيوني فين، العذراء كل حين، دائمة البتولية كل، هي عاشت عذراء بقية أيام حياتها كل حين. ولفظ إخوة زي ما حضرتك قلت أستاذ بولس، إن هو من يعني من وقت اليهود، وفعلا زي ما جوش قال برضو في بلاد كتيرة تانية، إن أولاد الخالة أولاد العم دول القرابة الشديدة دي بتسمى إخوة. في كمان حابة أشير إن في التكوين، سفر التكوين، إن لفظ إخوة اتذكر برضو في سفر التكوين، لما إبراهيم قال للوت لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتك ورعاتي، لأننا نحن أخوان. ده في تكوين 13. كمان بعدها بكم إصحاح برضو هنلاقي إنه لبان لما قال ليعقوب، هو يعتبر خاله أو هو خاله بالفعل يعني، فقال له ألأنك أخي تخدمني مجانا. فكلمة إخوة تكررت كتير في العلاقات القرابة الشديدة والقوية، فعلا بيقال عليهم إخوة. فده بس عشان برضو أحيانا إخواتنا من طوائف تانية ممكن بتفسرها بشكل مختلف، لكن إحنا تمام اليقين من العذراء مريم. كمان حاجة بتثبت لنا النقطة دي، أن ربنا يسوع المسيح على الصليب لما حب يطمن على الست العذراء سلمها ليوحنا الحبيب، وقال له هذه أمك، وقال للعذراء هذا ابنك. فلو كان لها أولاد جم بعد السيد المسيح، كان أولى يسلمها لأولادها علشان تعيش بقية حياتها معاهم، لكن هو سلمها للقديس يوحنا لأن ما فيش لها أولاد. ثم أن العذراء ظلت مع ربنا يسوع المسيح ومع التلاميذ بعد صعود ربنا يسوع المسيح إلى أن أكملت كل حياتها على الأرض، ما ظهرش خالص، وما فيش ولا مرة الوحي الإلهي أو كتاب الأناجيل المقدسة قالولنا أن في أولاد أو قالولنا أسمائهم أو أي حاجة زي كده. فعشان كده العذراء طبعا دائمة البتولية تيبر سينو سينسيو نيفين. مرحلة تانية اللي من العذراء في مصر. مصر تمام. طبعا العذراء كلنا عارفين أحداث الميلاد، وأن لما هيرودس سمع من المجوس أن تم ميلاد ملك اليهود، فهو اتخض على المكانة بتاعته وأن في ملك جديد، فمن خوفه على المكانة بتاعته أراد أنه هو يقتل كل أطفال بيت لحم من ابن سنتين فما دون. فالملاك ظهر للقديس يوسف وقال له لابد أنك أنت تأخذ امرأتك وتذهب تمضي إلى مصر وكون هناك يعني لغاية الوقت ما التدبير الإلهي يكتمل وترجع مرة تانية. وكان لابد أن ربنا يرجع مرة تانية للناصرة لأنه دعية ناصريا. لكن طبعا رحلة العائلة المقدسة لمصر كانت سبب بركة لينا كلنا ولبلادنا، وأثر يعني أقدامهم المقدسة اللي تقدست بأقدام ربنا يسوع المسيح وأمنا العذراء والقديس يوسف النجار والقديسة سلومة القابلة، يعني كانت سبب بركة لمصر اللي هي أصلا مبروكة من العهد القديم، وربنا قال مبارك شعبي مصر. لكن كانت رحلة عناء طبعا على أمنا العذراء وعلى القديس يوسف النجار، وشافوا فيها وتأكد إيمانهم أكتر بربنا يسوع المسيح ليه المجد. حصلت أحداث كتير جدا مش وقت إن احنا طبعا نسردها في هذه الحلقة، لكن هي رسالة يعني زيارة كانت بركة لمصر، وفي نفس الوقت كانت طبعا فيها جهاد شاق وعناء ومجهود صعب جدا على أمنا العذراء، لغاية ما ظهر ليهم الملاك مرة تانية وهم في منطقة دير المحرق وقال لهم خلاص ارجعوا لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فابتدوا رحلة العودة ورجعوا مرة تانية إلى أورشليم.
وده المكان اللي السيد المسيح كرسه بنفسه، يعني دشنه بنفسه، عشان كده المكان الوحيد اللي ما لم يتم تدشينه. صح؟ صحيح صحيح. والحاجة الغريبة في القصة دي برضو يعني فروق الأجيال، قديس يوسف النجار راجل كبير في السن ازاي مع واحدة طفلة، تعتبر طفلة. عناء السفر ده بيبقى صعب على ده وعلى ده، وده بيخلينا دايما يعني بنعرف يعني ربنا ازاي بيكون مع الانسان الكبير واحتياجاته، ومع الطفل الصغير واحتياجاته، وازاي بيعوض كل انسان في الوقت اللي هو رسمه له، في الوقت المناسب اللي ربنا عايز يقول للانسان الرساله بتاعت انا معاك يا حبيبي، وانت صغير وانت شاب وانت كهل وانت في الشيخوخ. تعالوا احبائي نطلع فاصل بلحن جميل جدا من ألحان التسبحة، لحن شيريني ماري. Δοξάς ο Θεός ημών, Κύριε, ευλογησόν εκ του καταλόγου Αγίου Ευαγγέλιο το ανάγνωσμα, την όπεν είπεκ να καμπεκβόκ, εύολχεν ο χειρίνη κατά πεξάγι, γε αυνα βεντζε να βάλε πεκ νοχέμ, φέτα ξεπτώτ φεμ πέμψο εν ηλέον στήρου, ο είναι αβετσόρ, βεβολ εν τέχανέσνος, Nem o ente beklaus b'Israel bi o fa b'noti be shayne ente niene amin. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام كقولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب. نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين. Yeah.
بعد ما تمتعنا باللحن الجميل لحن التسبيحة شيريني ماريا كتير قوي يا معلم بولس أو الأغلبية مننا يعني بنحاول كده نتخيل السيد المسيح كان حياته إزاي مع السيدة العذراء إزاي كانوا يعني
يعني هو في البيت كان بيتصرف معها ازاي وهي بتتصرف معها ازاي، هي زي اي كل ابن وام، ولا كان في حاجات خاصه ما بينهم كده، عارف زي ما زي ما بيقولوا حاجات سريه محدش يعرفها غيرهم يعني. صحيح. طبعا هو زي ما الكتاب المقدس بيذكر لنا الانجيل عن ربنا يسوع المسيح، يقول كان ينمو في النعمه والقامه عند الله والناس، وفي نفس الوقت يقول لنا كان مطيعا لابويه خاضعا لهما. فمما لا شك ان ربنا يسوع المسيح اكمل التدبير، شبهنا في كل شيء، ادانا المثل والمثال الحقيقي الذي ينبغي ان نسلك نحن فيه. فحتى في طفولته العجيبه اعطى القدوه والمثال كيف نكون وكيف يكون المفروض يعني تصرف ووضع اطفالنا وازاي نعلمهم، فكان خاضعا لابويه زي ما بيقول الكتاب المقدس. لكن اكيد ان العذراء كان ليها مكانه خاصه عنده، بدليل ان اول معجزه ربنا يسوع المسيح عملها كانت معجزه تحويل الماء الى خمر في عرس قانا الجليل، كانت بشفاعه امنا العذراء. لما ربنا يسوع المسيح راح العرس وهم كانوا ناس قرايب العذراء، وبعدين نفذ الخمر اللي عندهم، وكان الخمر هو ده الشيء اللي بيقدموه في الافراح في الوقت دوت. فالعذراء لما لقت كده اصحاب العرس يعني مرتبكين ومكسوفين مش عارفين يقدموا ايه للضيوف، نفذ الخمر الذي لهم، وصعب قوي انهم يلحقوا يجيبوا او يعني يجيبوا، يعني ليها ظروف الحكايه ديت. فالعذراء عشان عارفه وعندها يقين مين هو ابنها الاله العظيم العجيب خالق السماء والارض والبحر وكل ما فيها، راحت له وقالت له ليس لهم خمر، ما قالتش اكتر من كده، ما قالتلوش انا واثقه انا عارفه انك انت هتقدر تعمل، كلمه واحده ليس لهم خمر. فقال لها ما لي ولك يا امراه لم تاتي ساعتي بعد. يعني هو ما كانش عايز يبدا المعجزات وعايز يبدا العمل بتاعه في الوقت دوت، لكن بشفاعه العذراء لما قالت له ليس لهم خمر وهي استنجدت بيه ما رفضش طلبها، وده بيورينا قد ايه كنيستنا جميله وما بتجيبش حاجه من عندها لكن كله من الانجيل، ان عقيده الشفاعه هي موجوده في الانجيل المقدس وحصلت في حياه ربنا يسوع المسيح، ان العذراء تشفعت عند ابنها الحبيب وقالت له ليس لهم خمر. فربنا تمجد وعمل المعجزة، وتمت هذه أول معجزة بشفاعة أمنا العذراء. والعذراء ادتنا احنا بقى تعليم حلو قوي، يعني ياريت كلنا نمشي عليه في حياتنا، مهما قال لكم افعلوا. جابت الخدام وقالت لهم مهما قال لكم فافعلوا. فيسكننا احنا أولاد ربنا وخدام للمسيح المفروض ناخد النصيحة دي من أمنا العذراء، ونعتبر أن الوصايا الإلهية ووصايا ربنا هي أمر ما فيهوش تفاوض وما فيهوش كلام، خلاص مهما قال لكم فافعلوا. فمعجزة وفي نفس الوقت وصية من أمنا العذراء. وطبعا حصل تحويل الماء إلى خمر، أحد الوعاظ الجمال دكتور رفعت صابر سمعته في تأمل في المعجزة دي بيقول أن الكيمياء بتاعت المية حاجة والكيمياء بتاعت الخمر حاجة، دي كمان لما تحولت خمر تحولت كأنها خمر عتيق. فالناس اللي بيشربوا في المتكأ وفي العرس قالوا لهم العادة ان في الاول يقدموا العتيق ومتى سكروا يعطوهم الحاجة الفريش الطازة اللي هي ما بتأثرش لانهم خلاص اصبحوا سكرانين، لكن انتوا عملتوا العكس قدمتونا، يعني معنات كده ان الخمر بتاع العرس الاساسي اللي هو نفذ كان أقل في قيمته وأقل في جودته عن الخمر اللي حوله ربنا يسوع المسيح. فالدكتور رفعت صابر بيقول أن ربنا عشان هو الإله المتجسد، هو خالق المياه وهو خالق وجابل الكل، ما صلاش مثلا زي إيليا في العهد القديم، ما طلبش يعني أي حاجة، مجرد بس أنه بص للمية اللي هي كميتها مختلفة عن كمية الخمر، فالمية حست أن ربنا عايزها تتحول إلى خمر فاتكسفت منه ووشها أحمر فتحولت إلى خمر. يعني تأمل جميل أنه الطبيعة تحولت والكيمياء تحولت بتاعة المية مجرد أن المسيح بس بصلها. في تأمل تاني برضو يعني خطر على ذهن دلوقتي، الخمر دايما بيرمز للفرح، للفرح والسرور. فهو لما السيد المسيح حول الخمر بيقول لهم فرح العالم اللي هو الخمر ده التاني غير الفرح اللي أنا
أعطيه ليكم. صحيح. يعني ده فرح ده أبدي، سماوي أبدي، هيفضل معاكم طول العمر، طول الحياة الأبدية، لكن الفرح الأرضي اللي أنتوا بتشربوه ده فرح مؤقت. صحيح. كانت دايما رسالته واضحة، يقول ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. نمشي بقى فترة كده، عايزين نجري شوية. العذراء كان يجوز في نفسها سيف. سيف. وطبعا فترة الصلب، وإزاي واحدة تشوف ابنها على الصليب معلق وتصرخ يا أما العالم فيفرح وأما أحشائي فتلتهب عند نظر إلى الصليب. طبعا دي حاجة يعني التقليد هو اللي قالها طبعا. صحيح. مش صحيح. الكتاب المقدس، لكن التقليد كان بيشعر بالسيدة العذراء. لكن السيد المسيح كان اهتمامه حتى هو على الصليب كان بأم العذراء، وزي ما حضرتك قلت من شوية إن لو كان لي إخوة تاني كان إداها لإخواته، لكن هو ائتمنها مع مين؟ مع القديس يوحنا الحبيب. نعرف بقى القدس. هو الحقيقة إن العذراء كانت مثال وقدوة وعندها فضيلة الاحتمال اللي كلنا بنحتاجها في حياتنا. ياريت كل واحد فينا تعوزه فضيلة يلجأ إلى أمنا العذراء ويقول لها علمين. من أهم الفضائل في حياتها فضيلة الاحتمال، فزي ما قلنا في أول الحلقة هي احتملت مثلا صليب اليتم واحتملت صليب الشك، ودي حاجة مش سهلة أي فتاة أو امرأة تتعرض ليها، دي حاجة صعبة جدا. ولكن العذراء كان عندها قوة احتمال غير عادية معطاة لها بالنعمة اللي أخدتها من ربنا. أيضا احتملت كتير، فكتير قوي يذكر لنا الإنجيل إنها لما كانت تشوف المسيح أراح الهيكل ووقف وسط المعلمين وبيحاورهم ويناقشهم ويتكلم معاهم، كانت كأم بتتخض عليه وبتخاف عليه، ويقول لنا الكتاب إنها في مرة عادت تدور عليه وتقول له أنت فين، كنا نطلبك أنا وأبوك معذبيني. فيقول لها يا امرأة ألا تعلمين أنه ينبغي لي أن أكون فيما لأبي. هي طبعا تقصد أبوك باللفظ السائد في وقتها القديس يوسف النجار. هو قال لها بقى أنت وأنت مش عارفة أن أنا يعني المفروض أكون فيما لأبي، أبي الحقيقي بقى اللي هو الثالوث القدوس الآب اللي هو بعتني لفداء البشر وأنا جاي علشان أفديهم، ألا تعلمين أنه ينبغي أن أكون. إنما بتوضح لنا هذه الحادثة أن العذراء كإنسانة كانت بتعيش بشريتها، كانت طبعا بتتفاعل مع ربنا يسوع المسيح كابن، وعندها مشاعر وعواطف الأمومة. هذه أيضا من ضمن يعني يحسب لها من ضمن فضيلة الاحتمال إنها كانت بتحتمل إنها تشوف، وفي آخر الكل احتملت إنها تشوف ابنها طبعا ربنا يسوع المسيح معلق على الصليب. وطبعا الكنيسة بتاعتنا الجميلة اللي قالت الجملة اللي حضرتك قلتها اللي في غاية الروعة والقوة والروحانية، أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأحشائي تلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل. لم يكن هذا بالأمر السهل، ولكن فضيلة الاحتمال التي كانت لدى أمنا العذراء هي التي جعلتها تستطيع أن تعبر هذه يعني الظروف الصعبة جدا، وتحتمل أنها تشوف ابنها على عود الصليب. هي عارفة أنه هو من أجل هذا أتى، ولا بد له أن يجتاز هذه الكأس من أجل فدائنا ومن أجل خلاص أنفسنا. بعد كده ربنا يسوع المسيح نظر إلى هذا على الصليب وسلمها للتلميذ المقرب جدا إلى قلبه اللي قال عنه في وقت من الأوقات إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء، يعني دليل قوي الذي كان يتكئ على صدر يسوع. فسلمها لأعز الحبايب زي ما احنا بنقول كده باللفظ العام بتاعنا الحبيب يوحنا الحبيب اللي تسمى بهذا اللقب الجميل يعني. وعاشت العذراء مع القديس يوحنا الحبيب بعد صعود ربنا يسوع المسيح للسماء 14 سنة في كان في القديس يوحنا الحبيب إلى زمن انتقالها من هذا العالم. نتنقل لمرحلة تاني، مرحلة نياحة، تكلمنا عن الفترة دي. طبعا عند بعد ما عاشت العذراء 14 سنة في بيت القديس يوحنا الحبيب ومعاه، شاء رب المجد ان هو ينقل امنا العذراء الى السماء، وتنيحت العذراء والكنيسة بتحتفل بعيد نياحتها في يوم 21 طوبة، وده بيكون في الشتاء يعني بعد عيد الميلاد تقريبا بشهر او اقل شوية من شهر، في 21 طوبة.
بنحتفل بعيد نياحة أمنا العذراء، وطبعاً ربنا يسوع المسيح بنفسه استلم روحها الطهرة معاه الملائكة والقديسين وفي حضور الآباء الرسل، ولكن لم يكن معهم القديس توما. وده ربنا يعني شاء ودبر هذا من أجل إن هو يدينا بركة أكتر ويدينا معلومات أكتر عن أمنا العذراء. طيب دلوقتي بعد نياحة العذراء، القصة المعروفة اللي احنا عايزين نعرفها، وعايزين نعرف سبب الصوم والاسم الحقيقي لهذا الصوم، علشان والعيد برضو يعني عايزين نعرف الاسم الحقيقي للعيد اللي هنحتفل بيه يوم 22 أغسطس، علشان في كتير قوي بيختلط معهم الأمر، احنا صمنا ليه وشمعنا 15 يوم، وزي ما حضرتك قلت توما كانش موجود، فممكن نلخص الموضوع ده كله في كم جزء كده بسيط. صحيح، هو الست العذراء لما تنيحت وجي ربنا يسوع المسيح استلم روحها الطهرة مع الملائكة والقديسين وفي حضور الأباء الرسل إلا القديس توما، كان القديس توما مشغول في الكرازة بتاعته والبشارة بتاعته اللي هو بيبشر بيها، ولكن شاف الملائكة وهم صاعدين بجسد أمنا العذراء، فلما بعدها التقى بالتلاميذ قال لهم فين جسد أمنا العذراء، فراحوا للجثمانية علشان المكان اللي وضعوا فيه الجسد يدوروا، ما لقوش الجسد، فتوما استخدم معاهم الدعابة وقال لهم انتوا عارفين ان انا الشك كله، يعني انا اللي بمارس هواية الشك وانا اللي مش بصدق غير لما اشوف بعناية واضع يدي زي ما حصل كده في قيامة المسيح. فالتلاميذ اخذوا الكلام من محمل الجد واتفقوا جميعا انهم يصوموا 15 يوم، هم دول اللي احنا بنصومهم. فلما صام التلاميذ 15 يوم واحنا بنقتدي بيهم دلوقتي ونصوم هذا الصوم اللي احنا بدايته بكرة من 1 الى 16 مسرة، 16 ده العيد يبقى 15 يوم صيام، فربنا اعاد اعلان صعود جسد العذراء قدامهم مرة تانية، وكان ده في يوم 16 مسرة اللي هو نهاية الصوم، لأنهم كانوا مصدقين أن توما مع أنه هو كان شاف لكن خبع عليهم علشان يشوف رد فعلهم إيه، فهم كرسوا صوم لمدة 15 يوم، وفي نهاية الصوم ربنا أعاد ليهم إعلان ظهور أمنا العذراء. عشان كده المفروض العيد اللي هو بتاع 16 مصر يبقى اسمه إعلان صعود جسد أمنا العذراء، مش الصعود نفس الصعود حصل في يوم النياحة اللي هو يوم 21 طوبة، لكن ربنا أعاد ليهم هذه الرؤية وإعلان هذا الصعود علشان خاطر كلهم يشوفوه وتوما. وبعد كده طبعا توما قال لهم أنا كنت شايف وعارف، لكن يعني أنا كنت بقول كده علشان، وربنا سمح طبعا بكل هذه الأحداث من أجل إيماننا ومن أجل تثبيت الإيمان عندنا كلنا أن أمنا العذراء كائنا الآن عن يمين ابنها الحبيب الذي ولدته. إعلان صعود جسد العذراء، ده أحبائي الاسم الحقيقي لعيد السيدة العذراء، إعلان صعود جسد العذراء، وده ربنا كان ليه هدف أساسي أنه عايز يوصلهن ويوصلها للتلاميذ بتوعه. وعلى فكرة التلاميذ خدوا بركة أن في المرة الأولى كان توما بس اللي شاف، لأنه كان بعيد، هم كلهم كانوا متجمعين حول العذراء، هو كان بعيد فربنا سمح له يشوف في وقت النياح، أما في المرة اللي هي إعلان الصعود شافوا كلهم، فحتى اللي ما شافوش في المرة الأولى شافوا في إعلان صعود جسد العذراء اللي هو 16 مصر. عايزين بقى نتأمل شوية في أعياد السيدة العذراء. أعياد العذراء كتيرة، بس أنا بدل ما نقعد نقولهم بالكلام، أنا عارف أن شعبنا كله محب للست العذراء جدا، والكنيسة عشان محبتنا للعذراء وعشان معظم أعياد العذراء كانت بتكون قريبة من يوم 21 في الشهر القبطي، فعملت لنا عيد شهري نحتفل به كل شهر يوم 21 في الشهر القبطي. لكن طبعا عندنا أعياد كتير للعذراء، منها مثلا بشارة يوقيم وحنة بميلادها وبعدين دخولها الهيكل، ميلاد العذراء ودخولها الهيكل، مجيئها إلى مصر، نياحة العذراء، أعياد كتير، ظهور العذراء في الزيتون في سنة 68 في أيام القديس العظيم البابا كرولوس السادس، أعياد كتير جدا، معجزة العذراء حلة الحديد بابا دوبلو ومثلا وبابا دوبلو طبعا في عصرنا الحديث اللي كلنا شفناه، يعني أعياد كتير للعذراء. لكن احنا عملنا ترنيمة
جميلة جدا، كل بيت فيها بيتكلم عن عيد من أعياد العذراء وبيذكر التاريخ القبط بتاعه. لو احنا حفظنا الترنيمة دي ولحنها شيق جدا، اللحن كان عامله المتنيح الموسيقي العظيم جدا الأستاذ سعد متري، والكلمات كلمات الشاعر شماس رمزي بشارة، فهي كل بيت فيها بيتكلم عن عيد من أعياد العذراء. لو حفظنا الترنيمة دي نبقى حفظنا أعياد العذراء صم في شكل رائع وجميل جدا، نرنم بيها ونحيي أمنا العذراء ترنيمة دايما نتشفع بيكي وانت بتطلبي عنا. دي ترنيمة تعليمية، يعني احنا دلوقتي أستاذ بولس هيعلمنا هو الأخت فايزة ترنيمة عن أعياد السيدة العذراء على مدار السنة كلها. بشارة بميلادك الكريم أول أخبرنا السارة يا ميلاد ممرهيم ميم زي إبراهيم وسارة بقى في حنة ويوقيم دايما نتشفع بيكي وانت بتطلبي عنا وإلهنا بيسمع ليكي يا بتول وبيرحمنا وفي أعيادك نناديكي ونقول صل عشاننا أول بشمس ميلادك والدنيا ملاها سرور ده ما فيش في الدنيا مثالك ما انتي بدر البدور واتولدت ونالك نورت يا أم النور دايما نتشفع بيكي وانتي بتطلبي عنا وإلهنا بيسمع ليكي يا بتول وبيرحمنا وفي أعيادك نناديكي ونقول صلي عشاننا يا بتول أمك وأبوكي ندروكي لليلة في تلاتك يحكي جابوكي تخدم في بيت الله وعشر سنوات في الهيكل عبادة وصوم وصلاة دايما نتشفع بيكي وانت بتطلبي عنا وإلهنا بيسمع ليكي يا بتول وبيرحمنا وفي أعيادك نناديكي ونقول صلي عشاننا مليانة وداعة وطيبة للسما جواكي حنين وإلهنا قال لنا طوبة للودع والمساكين واحد وعشرين طوبة رحت السما زيك مين دايما نتشفع بيكي وانت بتطلبي عنا وإلهنا بيسمع ليكي يا بتول وبيرحمنا وفي أعيادك نناديكي ونقول صلي عشاننا جسدك ده شال جواها الله رب القدرة ويسوع كرم علاه ما هو ابنك
عذراء أعلن صعود جسدك يوم 16 مصراء دايما متشفع بيكي وانت بتطلب عنا وإلهنا بيسمع ليكي يا بتولو بيرحمنا وتقعيادك لناديكي ونقول صلي عشاننا في فيليب في شهر بقونا يوم 21 كنيسة يا حنونة على اسمك العظيم أول كنيسة باسمك متدشنا بالميرون دايما نتشفع بيكي وانت بتطلب عنا وإلهنا بيسمع ليكي يا بتولو بيرحمنا وفي أعيادك نناديكي ونقول صلي عشاننا جيتي في شهر برمهات يوم 24 في أروع الزهرات في يوم 2 أبريل أيام البابا كيرلس في كنيستك في الزيتون دايما متشفع بيكي وانت بتطلب عنا وإلهنا بيسمع ليكي يا بتولوي بيرحمنا وتقعيادك مناديكي ونقول صلي عشاننا جميلة جدا جدا مفيش أحلى من كده بقى يعني درس خصوصي في أعياد السيدة العذراء شكرا أستاذ بولس معلمنا الغالي أمتعتونا حقيقي حلقة بركة مرسي مرسي فايزة شكرا بركة بجد احنا عزينا بجد بسيرة العذراء العطرة الجميلة هي أم يعني بجد جميلة جدا حنونة وبتدينا أمل في كل حاجة في حياتنا أمل وسلام وفرح وفرح وطمأنينة وبجد بجد بتشاركنا في كل حياتنا في أحزاننا وفي فرحنا وفي حياتنا بكل تفاصيلها من يعني من جمال أختنا فايزة فعلا أنها دايما تقول لنا أنا بحب أسمعكم وبحب أن أنا أتعلم منكم لكن هي دي حقيقة يعني دي هي بتتكلم كلام جميل جدا وبتتكلم أحلى مننا كمان بس يعني دي حقيقة بجد يعني إحنا بجد بنحاول حتى نتعلم منكم ولو حاجات بسيطة أنتوا بجد ناس عظيمة جدا جدا جميلة يا فايزة وباركتونا وهي حلقة جميلة تمتعنا بيها ونشكركم كتير وفي نهاية حلقتنا أنا حابة وإحنا بنختم نقول في مناجاة جميلة قوي هي على لسان أمنا العذراء مريم كاتبها القديس ماري فرامي السورياني هقراها كده ناخد بركة الكلام الحلو ده في تسبيح أمنا العذراء مريم هي على لسانها أيها الينبوع كيف أفتح لك ينبوع اللبن وكيف أطعمك وأنت تقوت الكل من مائدتك كيف أقمتك باللفائف يا من تلتحف بأشعة المجد يا ابن الواحد إن فمي لا يعرف كيف يدعوك ابني سوف لا أغار لأنك وأنت معي أنت مع جميع الناس إلها لمن يعترف لك وربا لمن يخدمك وأخا لمن يحبك ابن العلي جاء وصرت أما له فولدت ذاك الذي عاد فولدني بالميلاد الثاني لتصغي حواء من الأولى ولتقترب لترفع رأسها التي انحنت بالعار الذي لحق بها وهي في الجنة لتكشف عن وجهها وتشكرك لأنك نزعت عنها ارتباكها لتحمل صوت السلام الكامل فإن ابنتها دفعت الدين عنها الحية وحواء حفر قبرا وألقيا بآدم المخطئ في الجحيم أما جبرائيل فجاء وتكلم مع مريم وأيضا أحبائي من ميمر الأنبا بولس البوشي أسقف مصر يقول
أنت أرفع من السمائيين وأجل من الكاروبيم وأفضل من السيرافيم وأعظم من طغمات الملائكة الروحانيين وممجدة أكثر من الآباء والبنين وزائدة في الكرامة على التلاميذ الأفاضل المرسلين. أنت فخر جنسنا بل تفتخر البتولية وبك تكرم الطهارة والعفة. أنت تفضلت عن الخلائق التي ترى والتي لا ترى لأجل عظمة كرامة الرب الإله المسجود له الذي اصطفاك وولد منك، لأن الذي تتعبد له كل البرايا سر أن تدعى له أما. من أجل هذا كرامتك جليلة وشفاعتك زائدة في القوة والإجابة كثيرا. أحبائي مشاهدي قناة لوجوس في كل مكان، كنا مع حلقة أخذنا منها بركة كبيرة جدا، بركة أمنا فخر جنسنا والدة الإله القديسة العذراء مريم والدة الإله. نشكر أحبائي المباركين دائما، أخوي الحبيب الشماس الأخ بولس والأخت العزيزة الأخت فايزة نسان. أشكركم أحبائي، دي كانت حلقة من حلقات برنامجنا آية وحكاية وترنيمة. إلى اللقاء.